أحبائي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أشقائي، اليوم طلعنا إلى أحد الجبال في مملكة النرويج. طبعا اليوم أحبائي حبيت أصور لكم هذا الفيديو الجميل من هذا المنزل القديم. أشقائي، مثل ما أنتم شايفين أحبائي، منزل قديم. سوف ندخل إلى داخل المنزل هذا ونرى محتوياته. طبعا هو قديم من عصر الفايكنج. هنا من هذا الجانب أشقائي أيضا الجو غائم. مثل ما انتم شايفين احبائي، عمار كثير جميل هنا. طبعا سوف نتطرق الى داخل هذا المبنى الجميل ونرى محتوياته الجميلة القديمة. تابعوني شقائي، طبعا طلعنا على هذا الجبل تعبنا شوي، لكن طبعا متعوب عليه هذا العمار الجميل، صخر قوي. السقف من الحجارة أيضا. طبعا أشقائي سندخل إلى داخل هذا الكوخ الجميل. دخلنا إلى داخل الكوخ أحبائي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا أشقائي الكوخ كثير قديم مثل ما انتم شايفين هنا. هنا كثير جميل، السقف كمان مصنوع من الخشب. طبعا احبائي هذه القصة كلها مثل ما انتم شايفين، هذه عبارة عن هنا لديهم موغد صانعينه قديما، موغد، وهذه عبارة تساعد النار على الاشتعال، عبارة عن هواء، تعطي هواء هنا مثل ما انتم شايفين. راح نجربها شقائي، راح نجربها. هاي عبارة عندما نعمل هكذا هنا
نشاهد يوجد هواء يأتي كي يساعد النار على الاشتعال، مثل ما شايف الهبان. انتم شايفين احبائي، ادعوكم الى زياره مملكه النرويج احبائي. هنا هذه المدينه الجميله، وطبعا الارضيه ايضا مصنوعه من الحجارة مثل ما انتم شايفين. هذه ايضا من هنا نرى، طبعا يوجد آلات قديمة. هذه الآلة هي عبارة عن تقشير الأشجار على ما أظن، كثير شاطرة. هنا أيضا هذه المعدات الجميلة أيضا أحبائي، مثل ما قلنا لكم أحبائي، سوف ننهي في فيديونا هذا الجميل أحبائي من مملكة النرويج قناة علي الجاسم. نتمنى لكم التوفيق في كل الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Так, вы думаете, что это?